إذن إخواني المغاربة، اليوم كتعرف مدينة الرشيدية قدوم سيد رئيس الحكومة اللي كيتواجد في هذا الأثناء هنا في مقر الحزب، فيما أن بعد ما أن انتهاء سيد رئيس الحكومة مع أعضاء اللجنة الإقليمية والمركزية في اجتماع ربما كان اجتماع سري من أجل مناقشة مجموعة ديال المشاكل التي تتخبط فيها الحزب، ارتأت اللجنة اللي استقبلت السيد السيد رئيس الحكومة أن حفل الغداء كان بطريقة شعبوية هنا بهذا المركز اللي تيبان قدامنا، في حين أن لا زال الحمد لله لحد الساعة في انتظار السيد خروج رئيس الحكومة في اتجاه قاعة فلسطين. قاعات فلسطين ترقبوا مع قناة شوف تيفي كل أطوار ديال الزيارة رئيس الحكومة تزامنا مع قروب الاستحقاقات الانتخابية. تحية حكم حميد العقاوي مباشرة من أمام المركز الإقليمي لحزب العدالة والتنمية.
لوحة انتخابية وواحد بكثافة هو أساس للمشاركة الانتخابية. بقدر ما كيتشجعوا المواطنين بكثافة بقدر ما كتكون العمل الانتخابية عندها المعنى ديالها، لأن الانتخابات بدون مواطن ما عندهاش شي معنى كبير. فلذلك قامت شبيبة الأعمال التنمية دارت حملة شارك تنفع بلاد باش تكون واحد الحملة قوية للتسجيل لوحة انتخابية. ودرنا مهرجانات في عدد من المناطق، وهذا من المهرجانات اللي كدار اللي هدفنا هو التواصل مع المواطنين، ليس بالأساس حضوريا ولكن بالخصوص رقميا. يعني واحد شوية الحضور ولكن الإجراءات الاحترازية كتفرض يكون محدود، ولكن بالخصوص التواصل الرقمي. شكرا.
تعلم واحد خصك تواجه بدنا نرفع شوية من همهم لا من حقي من حق أي مواطن ولكن طريقة باش نتو بعشرين فيكم ما كاينش ممكن يتصلوا تبعك أنا أنا اليوم كنت بعشرين أنا اليوم كنت بعشرين لا 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 عزيز يعرفك عزيز السيد رئيس الحكومة مني قال لك إلا كانوا شي رؤساء جماعات فاسدين قال لك يمكن على أن الحزب يبدلهم هذا ما نريد توضيحه السيد رئيس الحكومة رئيس الحكومة كيعيش في هرورة كيعيش مدينة الرباط ولكن مكة أهل مكة أضرب بشعبها إحنا كنعرفوا الخروقات داخل المجلس وكنعرفوا ما يقع داخل المجالس وكنعرفوا ما عندك الحق تقول بعلى هذا الشيء ولكن ماشي لا كنعرفوا القضية الإخوية سيد رئيس الحكومة أول مرة كتعطينا الفرصة.
هذه اول مره كيحل علينا ضيف السيد رئيس الحكومه. هذا السيد رئيس الحكومه حنا كوننا كابناء الجنوب الشرقي، كوننا كابناء المغرب الجريح، كوننا كابناء المغرب العميق. حنا كانت عندنا عده اسئله غنطرحوا على السيد رئيس الحكومه، الى اننا نتفاجأ على ان الشبيبه ديال الحزب امتنعتنا على اننا نطرحوا واحد الاسئله هي في صالح الجهه وفي صالح الاقاليم الخمس ديال الجهه. اختصار خويا لان كاينه في الضغط الاختصار هو بالغوش واحد واحد شويه واحد الاشكال اللي عندنا هو ان هذه المجالس التي تشتغل تحت هذا الحزب على انها لا تقوم بدورها. حنا كنا بغينا نطرحوا له اسئله على انه اذا كان شي حق ولا كان شي عدل يضرب دوره على مدينه الرشيديه ويضرب دوره على الحومات ديال مدينه الرشيديه ويشوف الشباب كيفاش متسكع في القهاوي ويشوف الناس البؤس والياس اللي كتعيش. كفى عيش معاوي جينا نشوفوا مع رئيس الحكومه. انت شويه ما طرحت الطوموبيل لرئيس الحكومه ونهضروا معاه. حنا انا ما عندنا السكن ولي فراخ حكمت علينا المحكمه باش نخرجوا وطنطلبوا صاحب الجلاله يجي لهاد البلاد يشوفنا يمحقنا. راه حنا كيفاش تعامل معك رئيس الحكومه دابا حيت هضرتي معاه؟ وتعرف ما مشى هرب لا ينصت الى الناس. اذا كان جا واش جا كامين حزب ولا جا كرئيس حكومه؟ اذا كامين حزب هو بحد ذاته راه رجل دوله خصو يسمع المواطنين شكاوي المواطنين. هذا ما يسمى بغض الطرف على المشاكل ديال الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي لا يعرفونه الا في المرحله الانتخابيه. شكون يرسلك التليفون؟ رسول ليا واحد من العداله والتنميه. رسلك التليفون؟ رسول ليا التليفون باش كنصور وانا كاعلامي دابا حيت خرجت دابا رسول ليا التليفون. دابا غادي نقدم انا دعوه بانه كنمارس المهنه ديالي وتطفل عليا وضربني بيديه لدرجه انه يرسل. وعي اعلامي عندك بطاقه ديالك؟ شدي البطاقه تماك، شدي البطاقه ديالك. عارفين داك الشيء انا شاهد. نعم شنو وقع خويا انت؟ حتينا على هاد الشيء. السيد هذا تيصور هادي ضربوا ليه التليفون. هاد الشيء اللي كانوا حنا جينا لهنا تنهضروا حنا بلا الرسميه. غادي نقدم دعوه بهذا السيد هذا اللي رسل ليا التليفون هو باش كنخدم. شكرا.